جلسنا في فناء الدار أحبابا محبين، وحلت أنجم الجوزاء أنوارا تنادينا. جلسنا في فناء الدار أحبابا محبين، وحلت أنجم الجوزاء أنوارا تنادينا. وغنى البلبل الصداح في أرجاء وادينا، على كثب العلا مجد غرسناه بأيدينا. وقطف قد دنا ثمرا ترى ما في نواحينا، حديث الدار كالأمطار غيث في نوادينا. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، مساكم الله بالخير والرضوان والسعادة والمطر والغيث والرحمة، وحياكم الله إلى حديث الدار، مثل ما يقول حبيبنا أخونا كمال اللي ماسك الكاميرا قدامي. حياك الله أبو عبد الرحمن. حياك الله أبو حسان، يا أهلا وسهلا فيك، وحيا الله المشاهدين الكرام في حلقة جديدة من حلقات حديث الدار، واللي نسعد فيها بصحبتكم دائما وأبدا كل ثلاثاء وأربعاء من الساعة 9:30 وحتى الساعة 10:10. حياك الله أبو حسان. أنا اليوم راح أقهويك يا حبيبي. شوف يا حبيبي، الشتاء له نكهة جميلة. نعم، وأنا أكثر الزملاء الآن اللي في السنايب ولا كذا، فينهم تحصلهم الآن في الوقت هذا؟ في البر. في البر شبت الضوء. لا بس نهاية الأسبوع. لكن وأنا لا والله بعضهم ما شاء الله. والله إيه، لأنه الليل طويل. نعم. وأنا قابل هالوجيه المسفرة. الله يبارك فيك. يعني ما حنشرب قهوة من ندك إلا في الشتاء بس. الوجه الطيب الحبيب. في تعرف السحلب؟ السحلب. سحلب. 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 كيف طريقة السحلب أو السحلب أو السحلب؟ نعم. لأنه هذا ترى يعتبر من شر من 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 مشروبات الشتاء. الشتاء. تعرف طريقته؟ الله يحفظك. ها؟ لا ما أعرف أسويه. أعطونا طريقة السحلب على الهاشتاج حديث الدار في تويتر، نسعد بكم، لأنه هذه المشروبات الساخنة الجميلة في اللي تكون في كل دار، وإحنا لازم في حديث الدار نطرح الأشياء اللي تفيدنا فعلا في كل موسم في كل. ولا لا لا نضيق النطاق في السحلب. لا لا لا، مشروبات. أعطونا مشروبات ومأكولات. إيه؟ أي مأكولات الشتاء اللي بتساعد على الدفاع، بتساعد على استمداد الصحة والعافية في هذه الأيام، لأنه فعلا ترى يعني الناس تتزود هذه الأيام بهالمأكولات ولا بهالمشروبات عشان الأمراض ولا عشان نزلات البرد وغيرها. نعم. حلو، خلينا أجل نخليها وحتى أوقاتها مشاركة. يعني متى يفضل أنك تشرب؟ بعد الفجر، عشاء، كش يكون؟ يعني نبغى نشكل في الأفكار ونستعرضها إن شاء الله. طيب حلو، خلينا نطرح الزملاء في حديث الدار، نزلوا إعلان كذا مشاركات الجمهور، والله أكلات ومشروبات شتوية. سلطان طيب. بلكم في ماليزيا بيلحق ينزلك في الإعلان؟ والله يقول يا الله، الله يرد بالسلام، الله يحنن قلبه. الله يرد بالسلام. المبدع يشتغل. نعم. حيث ما. نعم. كان فحتى وما نزل سلطان بلكم نزل إعلان، شاركونا في هاشتاج حديث الدار مأكولات مشروبات شتوية، والحلو فيها أنكم تكتبونها مثلا في ملاحظات أو شيء، طريقة التنفيذ، طريقة العمل، طريقة صناعتها، أساس الناس يستفيدوا من التجارب الحلوة. بسم الله. حياك الله أبو حسن. أنا عن نفسي خلينا نبدأ، الآن لي تقريبا أسبوع أصبح بكاسة حليب مع العسل. أوه حلو. بدون سكر؟ بدون سكر. كيف الطريقة؟ حليب عادي، الحليب المجفف. الحليب المجفف فيه. حلو. وملعقة عسل. سلام. كل يوم بعد الفجر، أنا تقريبا يوم الخميس لما شدت الأجواء وأمطرت الحمد لله وصبت بوعكة صحية، نزلت البرد الطبيعي اللي بتيجي بداية الموسم، فوجدت فيها العلاج ولله الحمد لله، بالذات ما يتعلق بالاحتقان وغيرها، ومستمر، شفت أن عادة حلوة وانتهى الموضوع خلاص الحمد لله، يعني مفترض أن أرجع طبيعي، لكن شفت أن عادة حلوة. بالعكس يعني الواحد ما يتنبأ إيش حيصير قدام، وزي ما يقولوا الوقاية خير من العلاج. حلو أبو عبد الرحمن، أنت ذكرت شيء مهم والله، يعني الواحد يحتاج له إلى قوة فيه، إلى عزيمة، موضوع البدائل. نعم. يعني استبدال السكر. صح. بعسل. أنا أعرف واحد الآن يستخدم العسل في كل شيء، في تحلية المشروبات سواء شاهي أو حليب أو غيره، الحليب. في الكنافة، في الحلى يحط إيش؟ أنا أول مرة سويت الحليب أم غينة الله يسعدها، ظنيت إنه سكر، قلت لها يعني السكر مرة كثير، أنا ما أشرب سكر، قلت لها ما سويت سكر، قلت هذا عسل، وفعلا يعني والله أعطاني عسل. عسل ولا عسل بركبة؟
عسل عسل، وحياك الله يا ابو حسان. حلو، انت عاد تعرف حياك الله هذه؟ لا والله ما اعرفها. لقمه و لا والله الله يعطيك العافيه. حياك الله، جيب لي هديه يا حبيبي. عسل اقول هذا هديه، 10 كيلو لك يا ابو حسان. حياك الله، دي ملان منها. جاك ان شاء الله. لكن فعلا البدائل هذه والله جيده. يعني الانسان اللي مثلا ما تعود على انه يقطع السكريات، نقول لك في عسل صح، وخاصه وبعض الناس يقول والله جربت، انك انت مجرب واحد مضروب خذ شيء طيب طال عمرك وادفع. والله انا ودي اسوي دعايه العسل، بس مو ادري ولا في عسل والله. مزبوط، في عسل ينباع على البشت الفاخر هديه قريب ان شاء الله. ان شاء الله قريب. طيب خلينا، انا في عندي رساله هنا. رساله المساء المؤثره. نعم والله، هذه رساله يا ابو حسان قبل ما تقراها، يعني هي تبكي، احنا ما ودنا نقراها لانها تثير الاشجان. نعم. والاحزان والله فعلا، وحنا ليلتنا ليله فرح ان شاء الله ومسره، لكن بعض الاحيان نضطر ان نستعرض مثل هذه الاشياء. صحيح. حتى الواحد يتاخذ منها عظه وعبره، وبعضها قد تصل لمسامع ناس قد فعلا يكونوا مقصرين مع اقرب الناس لهم. جميل، فلاجل ذلك يعني هذه مقدمه حتى نستعرض مثل هذه الرساله المؤلمه بحق. جميل، انا راح اركز، يعني انت ذكرت شيء جميل، انا راح استعرض هالرساله من زاويه. نعم. زاويه الامل، وفي سطر في هنا سطر امل. صحيح. راح نذكره. هذه رساله من ام الى اولادها. ام عندها اولاد وبنات تزوجوا وابتعدوا، البنات راحوا مع ازواجهم وعيالهم، والاولاد استقلوا كل واحد في سكن وراح وظيفة وأزوج وزوجات وأبناء. فكتبت هذه الرسالة من وحي من 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 خلينا نقول دمع قلب، حتى القلب يدمع. نعم. طيب، إلى أولادي في أطراف الأرض، السلام عليكم. أتمنى أن تصل رسالتي إلى قلوبكم دون أن تجرحها. أو أود فقط أن أخبركم أنني أشتاق يوما لاتصال كل واحد منكم. يؤلمني مرور أيام كثيرة دون أن أسمع صوت بعضكم. عادي جدا أن يتصل كل واحد منكم يوميا، هذا لا يزعجني، لا يزعجني في أي وقت ولو كنت نائمة. اتصالكم أحب إلي من النوم الذي صار أكثر وقتي. لا مانع من الأحاديث المكررة يوميا، لا مانع حتى من الحديث في أشياء تافهة. كلفة الاتصال اجعلوها ضمن قيمة ألعاب أولادكم. ثم ذكرت أولادكم، زوجاتكم، وأشغالكم، وأعمالكم إلى آخره، لن تنتهي. ثم ما كتبت هذه الكلمات اللي فعلا هي من وحي الأمل والألم الذي سينتهي، هي الأيام التي بقيت لي، عفوا، الذي سينتهي هي الأيام التي بقيت لي معكم، أمكم المشفقة عليكم. يا أبو عبد الرحمن، أبو غنى، أتوقع يعني طبيعة الحياة، التمدن، الابتعاث، السفر، الدراسة، لقمة العيش، طلب الرزق، الوظيفة، فلان تعين هنا مدرس في منطقة فلانية، البنات مع أزواجهم حيث ما راحوا، طبيعة الحياة تفرض قد يكون في بعض الأوقات البعد. لكن الألم إذا صار البعد بعد كلي، فلا اتصال ولا إرسال ولا تفقد ولا مشاعر، ولا مشاعر. نعم. ولا تلمس ولا شعور بأنه هذه أم ما زالت على قيد الحياة، ما في ذلك. هذه من اللي يشعر فيها؟ اللي فقد. نعم، اللي يفقدها، اللي فقد يشعر بقيمة هذا العمل. أبو حسان يا أخي، أنت في طبيعة العمل لو انتقلت من قسم إلى قسم وجدت هذا القسم يعني فترة من فترات كنت في بمفردك، تجد الوحشة، تجد يعني الكآبة في أول أيامك، وانت في بيئة عمل ومع زملائك، انت بس بعت من اصحابك، لو اصحابك اللي كانوا معك فجأة سافروا للدراسة او للعمل ومر عليك اسبوع اسبوعين كنتوا بتطلعوا مع بعض بتتنزهوا، من ثم فقدتهم، تشعر بوحشة هذه الايام. كيف بالام اللي يمكن عاشت 10 20 30 سنة وهي كانت بين عزوتها بين ابنائها بين عيالها، يصبحوا يمسوا عليها، بتاكل معاهم، بتتغدى وبتتعشى، في يوم وليلة كله بيروح لمشاغل حياته، هذا شيء طبيعي. لكن لا،
مو بس راحة أجسادهم، حتى أرواحهم، حتى مشاعرهم، حتى كلماتهم الطيبة، حتى اتصالهم وتواصلهم، هذا شيء يؤلم، هذا بحد ذاته فقد. فكيف إذا يعني استمر هذا الفقد الجسدي بفقد روحي وما إلى ذلك؟ نحن نقول يا جماعة الخير، يعني هي يمكن رسالة اليوم، تفقدوا أمهاتكم، تفقدوا آباءكم، الذكريات كلها ستنقضي، وستبقى بعد ذلك الآلام، الحسرات، الندمات. من اليوم خلونا نحن نقول يا جماعة الخير اللي مقصر مع أمه مع أبوه يرفع السماعة، تفقدوا. حتى لو ما كنت مقصر مع أمك وأبوك، لكن بما أنك اليوم تشاهدتنا في هالحلقة، ارفع السماعة وقول يعني وحشتيني، اشتقت لك، حبيت أسمع صوتك، أسمع هذه الكلمة الطيبة، خلها بادرة خير أبو حسان من هالحلقة، نتواصل معهم ويسمع أصواتنا، ولو مثل ما ذكرت حتى الأحاديث المكررة، ولكن لها طعم، لها أنس، لها مسلة في خواطرهم. الله يجزاك خير دحمة، احنا مدنا نطيق الحديث لو جلسنا والله حلقة كاملة وثنتين وثلاث أربع، والله ما تكفينا عن الحديث عن هذه الرسالة المؤلمة والمشاعر الجياشة، ودورنا نحن كأبناء تجاه والدينا، دور الآباء كذلك تجاه أبنائهم البعيدين. لكن يعني يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، وهذه رسالة في تويتر موجودة، ارجعوا لها. واللي شعر في يوم من الأيام أو في ساعة من الساعات أنه ابتعد شوي أو قصر وما زال أمه وأبوه على قيد الحياة، يحمد الله ويقول يا رب أصلح ما بقي واغفر لما مضى. عندنا قبل نروح للفاصل أبو حسان، عندنا الهاشتاج في حديث الدار أسئلة مشاري. طيب. زي ما تعودنا في كل حلقة بنعرض سؤال. حلو. من سؤالات مشاري. حلو. وبنزل الميدان، وفي نفس الوقت حابين نسمع كذلك من جمهورنا. مشاري عنده سؤال بيقول، وهذا السؤال موجود في هاشتاج حديث الدار، يا ريت تشاركوا فيه تحت التغريدة. لو بيدك أنك تسوي يوم عالمي، عن إيش حيكون هذا اليوم؟ إيش اليوم العالمي اللي إذا كان بيدك الأمر أنك حتسويه؟ اسمعونا مشاركاتكم وأفكاركم في هاشتاج حديث الدار تحت هالتغريدة، ومستمرين إن شاء الله معكم بعد الفاصل. يلا. جلسنا في فناء الدار أحبابا محبين. لو قلت لك سوي يوم عالمي لأي حاجة، إيش راح تسمي اليوم هذا؟ يوم عالمي للناس اللي ما يقدر يشتروا يسوي شيء تساعدهم، تشتروا يعني اللي على قد ظروفه، كل واحد يساعد الثاني. لكن يوم للسمان البدان. ليش يعني؟ أنا كنت متين وسمين وعانينا فيه، فهمت؟ يوم عالم للسفر، للطيران. إيه. إيش راح تسوي فيه؟ إن شاء الله إنهم يكونوا طيبين ويوزعوا تذاكر بلاش ونروح نسافر إن شاء الله. يعني الناس كلها تسافر في اليوم. إيه خلاص. يعني في الإجازات. فأنت بتروح؟ نروح نسافر العالم كله إن شاء الله. للنظر. العملية غالية 6,500 7,000. طيب ايش تبغى الناس هذه تسوي في اليوم؟ حسوي العمليه مجانا، اي واحد يعني يلبس نظارات يسوي العمليه. اي يوم عالمي هي اثنين، يوم واحد للنوم. أيوة. للعطلين، اليوم العطلين. اي طيب اعطيني للنوم، ليش يعني ايش حتسوي في اليوم؟ اخذ لك يوم ترقد فيه، كل تقضي النوم هذا كله نوم، ما حد يزعجك. أيوة. طيب واليوم الثاني حق العطلين؟ حق العطلين عشان كل واحد يشوف مشكلته. أيوة. من ناحيه العطاله والوظائف والدنيا هذه. ايش الناس سووا العاطلين هذول؟ يوفرون وظائف، لان اكثر الوظائف اللي موجوده ترى نصها وهميه. يوم الوفاء. يوم الوفاء. حلو. حلو. ايش تبغى الناس تسوي في اليوم هذا؟ والله الناس تبادل فيها الوفاء، وتطرح بعض الحاجات المتعلقه بالوفاء والقصص. يعني يجدد ويذكر بحاجات الناس اصبحوا غافلين عنها صراحه. أقول يوم عالمي للعزابية مثلاً. العزابية. أيوة. ليش يعني إيش تبغى الناس تسوي في اليوم هذا؟ والله شو العزابية مظلومين في أشياء كثيرة. أيوة. مثل دخول الملاهي مثلاً، دخول الحدائق، دخول الأشياء هذه. ودك تروح تلعب في الملاهي؟ عالمي ها؟ ودك تروح تلعب في الملاهي؟ لا ما هو أنا ودي ألعب، في ناس أعرفهم يعني. أيوة. كبروا ولا. ما ترفهوا وهم صغار. طيب. طيب إيش تبغى تسوي في اليوم هذا؟ اليوم العالمي. أيوة. إيش تبغى تسوي؟ ايش يسوي للعزاب؟ يفلونها، يخشون جميع المواقع، جميع الاشياء اللي محرومين منها ينبسطون فيها. اسميه يوم الوالده. يوم الوالده. ايش راح تسوي فيه؟ ادلعها، اخليها افخم شيء في الحياه. طيب الاب ترى له ربي يا اخوي، الاب يعني يحس بالربوه وزي كذا، والابيه والحنان.
ايش بتسوي في اليوم هذا؟ بعطي للشاب له هديه، اعطي له ناقه وقناه اسود الدنيا وما فيها. يوم عالمي للعزاب. للعزاب حلو، ليش؟ ايش راح تسوي في اليوم هذا؟ يعني اليوم هذا ما نبغى نشوف عوائل نهائيا، ما نبغى نشوف بنات كذا، بس احنا نطلع لحالنا وما في احد. والله انا ما بسوي شيء، بس يا ليت كلهم يخلوا الشواية ببلاش وناكل ببلاش. وقطف قد دنا ثمرا ترى ما في نواحينا، حديث الدار كالامطار غيث في نوادينا. قلنا لكم مشاري هذا مو بصاحي، والله ما شاء الله عليه، يعني اتوقع الشخص الوحيد اللي ينزل الميدان يفاجئ الجمهور بهالأسئلة دي اللي ما يجيبها حتى استغفر الله العظيم. الله يعطيه العافية مشاري، ما قصر والله ما شاء الله عليك. بس بعرف انا وش قصة آخر مشارك وش قصة؟ ها؟ يوم عالم الشواية جعان صاحبنا بالله. وش قصة مشاري مع البحر؟ دائما على البحر يا اخي، روح بر روح شيء. لا لا، الاسبوع الماضي كان في صالة رياضية. صح ما شاء الله. ما ضغطت معك ابو حسان. طيب في مشاركات حول السؤال. انت السؤال لك انت يا الحبيب، وبسألك يا فهد، بسألك السؤال نفسه برجع لك. ايش لو قالوا لك يوم عالمي تختاروا انت وحيصير فعلا عالمي، ايش تختار؟ ما في فكره في راسي. ها يعني والله ما في فكره في راسي. عندك فكره؟ عندي حتى استغفر الله. بس نشوف فهد يوم. ليش سمي فهد؟ هات فهد الاخوه. ها يوم عالمي هذه اخذها من الهاشتاج، يوم اخر يوم عالمي التاخي. يعطيك العافيه فهد بالتاخي. سالم عندك مشاركه؟ طبعا سالم يوم عالمي للحديد والرياض ما شاء الله تبارك الله، يعني صار حق نادي ما شاء الله وشاد حيله. انت يا اليوم العالمي لشبه الضوء، يوم عالمي نطلع لازم تحصر الشعب كله في البر شابين الضوء وين قال والله وحاطين. لا في عندي يوم عالمي بس ما ادري هل هو موجود ولا لا، اليوم العالمي للتربية. اليوم العالمي للتربية يطرح فيه الناس من جميع أنحاء العالم أفكارهم التربوية داخل أسوار المنزل. تطبيقات، تجارب، إبداعات، مبادرات. ها أنا بدخل جوجل كذا بشوف فيه فيه ولا مسوي فيه علينا يعني. بسم الله اليوم العالمي للتربية. لا ما أظن فيه شيء. فيه اليوم العالمي للتربية الخاصة. لا لا هذه أيه. لا هذه ما لها علاقه، هذه التربيه الخاصه. في اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصه بل لذوي القدرات. لا والله هنيك يا ابو حسان تطلع منك افكار حلوه. الله واليوم العالمي شبه الضوء. طيب لا هذه ثاني ما لها داعي، لكن فكره الايام العالميه اللي موجوده الان حتى الواحد يكون عنده تصور عنها، هي ايام عالميه تكون بالاتفاق من اصحاب التخصص او من بعض المنظمات العالميه او المنظمات المجتمعيه، بيطرقوا يوم وبيعمموه. وفكره هذا اليوم انه بينطلقوا في بعض البرامج واللقاءات التوعويه والتعريفيه بهذا حقيبك زي حقيبك. نعم. تكون في حمله اعلاميه على كافه المنصات سواء كانت ورقيه مطبوعه مرئيه رقميه، بحيث ان الناس تتكون عندهم ثقافه. واليوم يمكن اللي ساهم بمعرفه هذه الايام العالميه ما يتعلق بهاشتاج ترند تويتر، صارت تظهر معنا اليوم العالمي للقهوة، اليوم العالمي للكتاب، اليوم العالمي وغيرها. في عندك بعض الأفكار اللي جات؟ والله هذا عبد الله عمر باد بيان يقول اليوم العالمي لقناة المجد. الله لقناة المجد أكبر مشروع عالمي. الله يجزاك خير. والله هذا محسن ظنك، بيض الله وجهك أخوي عبد الله. جميل. طيب إن شاء الله عند حسن ظنكم. هذه مشاركة من مشاركات الجمهور. والمشاركة الثانية المقطع نزل الآن في تويتر، مشروبة وأكلة شتوية تحبها شاركنا باسمها بصورتها، وإذا كانت في طريقة لها في وسم برنامج حديث الدار. أبو حسان اللي بعده. بتو في والله برضو عن اليوم العالمي، يوم عالمي عن الناس اللي تزرع أثر طيب في القلوب دون ما تحس. ودك تشكرها بكل اللي تقدر عليه على كثرة السعادة اللي تشرتها في روحك. فعلا يا إخوان في ناس سبحان الله يعني الله كذا جعله مفتاح للابتسامة ولانشرح الصدر، تشوفها انشرح خاطرك. نعم. وبعض الناس أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فبعض الناس فعلا تشوفها حتى يوم تشوفها السناب وتشوفها كذا انشرح خاطرك. والله كلامها جميل وقطر عسل مثل كلامي طبعا. الله. طيب أنا بس في حاجة أبو عبد الرحمن قول. إذا حصل بينك وبين واحد سوء فهم برسالة نصية، صديق في العمل مثلا او صديق حبيب لك حميم،
وحن طبيعة البشر يعني يحصل فيه اختلاف وكذا، سواء برسالة فهمك غلط أو تأخرت عليه في موعده أو تأخر عليك. إيش موقفك أنت أحمد شخصي؟ أتكلم أحمد الشجاع شخصيا، إيش موقفك لو حصل بيني وبينك؟ أنا مقدم معك اليوم وعدتك أني أجيك وسحبت عليك وكذا و... ها يعني أنت الغلطان مو أنا غلطان؟ أنا غلطان أو أنت غلطان؟ لا شوف، إذا أنا غلطان أنا أتعودت وأعود نفسي، وبعض الأحيان النفس يعني تحتاج أنك تروضها. أسهل شيء أنك تقدم الاعتذار، لا تكابر ولا تبرر، هذه يمكن أهم نقطتين عندي، لا تكابر ولا تبرر. ممكن تبرر، برر بس بعد اعتذارك، لأنه في النهاية هنا في مشاعر يحتاج أنها تلطف، تحاول مهما يكون تستجمعها، يعني لا تكون غلطان وتبرر. طب أوكي هو اقتنع أنه أنت يعني صح لك تبريرات ومنطقية واقعية، لكن تبقى مشاعري، يبقى الوقت اللي ضيعته علي أو عدم الاهتمام أو اللامبالاة في علاقتك معي في هذه الأثناء. لا تكابر ولا تبرر، ابدأ بمشاعرك بالاعتذار، بعد كذا لكل حادثة حديث. ترى بعض أتوقع كذا بعض الناس ما يبغى منك أو مو مستعد يرضى عليك الآن، هو اقتنع بفكرتك لكن الوقت كفيل بأنه يذيب هذا الجريد. بعضهم كذا وبعضهم لا، مباشرة من أول ما تعتذر منه ينسى كل شيء ويرجع لك من أحلى ما يكون ولا كأنه صار شيء. يمكن هذه قناعتنا، لا تكابر ولا تبرر واعتذر مباشرة ولكل حادثة حديثة. شوف النفس جبلة وطبيعة على قوة تحمل، خاصة إذا كان الطرف الثاني هو المخطي. نعم. مكابرة أني لا، يا هو يبدأ يا كذا، مع أن الوقت تقدر تعامل الوقت، فعلا عامل الوقت كفيل جدا بلملمة الأمور وتضميد الجراح، لكن من اللي يضمن أنه هذا الوقت يطول؟ بل من اللي يضمن أنك تبقى أنت في هذا الوقت؟ يمكن الله تعالى يأخذ روحك كل روحه. نعم. تمام. حصل هذا الموقف بين اثنين، وذكرتها كان الأسبوع الماضي واللي قبله، حصل موقف بين أحد الزملاء نفس الفكرة كذا، فتذكرت أحدهم بعث رسالة جميلة أخذها كذا لطشها وأرسل بهذه الأبيات التي أثرت، طبعا كان هو مخطي والطرف الثاني قال لازم أبدي أنا، فقال أبيات جميلة، يقول أتقسو علي، يعني أنت تركتني وهجرتني، أتقسو علي وأنت الحنون وفي القلب قلبك، وتحرمني من أقل الوصال لأني أحبك، الله. لماذا الجفاء وقلبك قلبي وقلبي قلبك. يا سلام، مباشر هذاك، يعني شوف الشاهي ترى أبيات، يعني يمكن هو ما قال أنا أعتذر وآسف ما قالها، لكنه فعلا عرف كيف، وهذه في الطرق الإبداعية في تصحيح المسار والاعتذار. في أي قلب قلبك تجد قلبك؟ في قلب أمي وقلب أبي وقلب طيب زوجتي. قبل الفاصل خلينا نقرأ بس بعض المشاركات. يلا. سريعا، اليوم العالم للنظافة، هذا يمكن يوم موجود وكنا ملحقين على أيام المدارس. يوم عالم للفقراء، هذه المشاركة من رديفة أتوقع. يوم عالم للفقراء، فيقوم الجميع في هذا اليوم بإهدائهم وزياراتهم، يأخذون أطفالهم للحدائق والملاهي أو إعطاهم احتياجاتهم حتى جمع الأموال وتوزيعها. يوم عالم للتأخي في الله. يوم عالم للسلام والأمان. يوم عالمي للبنات بدون عيال، نفس الفكرة كانت في بعض المشاركات. حلو. يوم عالمي للعيال بدون بنات، الله يعينهم على بعض. اليوم العالمي للقرآن الكريم، هذه المشاركة من الدكتور عبد الرحمن بوزير وغيرها من المشاركات اللي إن شاء الله متى ما تسع له الوقت في حلقتنا سنعرضها. جميل، فاصل ثم نواصل. جلسنا في فناء الدار أحبابا محبين. من المفاهيم الخاطئة بالنسبة للقطرات، وهذه منتشرة كثير بين المرضى، اللي هي القطرة اللي يسمونها معقمة. طبعا ما في قطرة اسمها معقمة، معظم القطرات يكتب عليها معقمة وليست معقمة، يعني ستيرايل، يعني ما فيها بإذن الله معقمة من الالتهابات والميكروبات. فالمرضى بعضهم يتوقع أن كلمة معقمة هي معقمة وبالتالي تنظف وترطب العين، وهذا غير صحيح. وقطف قدنا ثمرا ترى ما في نواحينا، حديث الدار كالأمطار غيث في نوادينا. جلسنا في فناء الدار أحبابا محبين. حياكم الله مشاهدين الكرام، يا أهلا وسهلا فيكم.
أبو حسان خرج مع الأربيز وحنا رجعنا لحلقة أو لفقرة ضيف الدار اللي بنسعد كثيرا أن يكون معنا ضيفا الأستاذ محسن العصيمي. حياك الله أستاذ محسن. يا أهلا وسهلا فيك والسعداء بك. قائد فريق SFX. إيش فكرة الفريق هذا؟ هو أول وأكبر فريق متخصص بالمكياج السينمائي في الطائف بإشراف الفنانة التشكيلية أستاذة هبة الوجداني، قائد فريق سكتش آرت. نشارك في فعاليات تطوعية في الطائف. جميل. إحنا اليوم موضوعنا على المكياج السينمائي. بالضبط. يمكن هذا فن وله رواج كبير بالذات مع صناعة الأفلام اللي صارت هواية كثيرين. هي بس مجالها في صناعة الأفلام ولا لا حتى لها مجالات ثانية؟ لها مجالات كثيرة. منها زي نوع من أنواع المكياج السينمائي اسمه البيوتي ميك أب، يستعملون أكثر شيء المذيعين المتخصص بالمكياج في الكاميرا. نعم. إخفاء عيوب البشرة، الحاجات اللي زي كذا. احنا ترى وضعنا طبيعي. أيه. طيب خليني اسالك كذا، يعني بداياتك ايش اللي وجهك لهذا المجال لهذا الفن؟ هل هي رغبه، ضربه حظ، سمعت عنها؟ ايش الفكره حتى توجهت لهذا المشروع؟ بدايتي في فريق الطائف 2030. طبعا انا رسام. ما شاء الله تبارك الله. فكان كل اللي حولي رسامين ومصورين من نفس مجال تخصصي. فأنا صراحة حبيت أتميز بشيء يعني أكون أبرز نفسي فيه. جميل. فأخترت الميك أب السينمائي، صراحة أشوف شيء مناسب لي. خشيت على كذا مقطع في اليوتيوب تعلم ذاتي كان؟ إيه، تعلمت من اليوتيوب والحمد لله أتقنته خلال سنة. إحنا نبغى نجرب وعندنا كذا بعض العروض. أبو حسان يمكن خرج حتى يجهز نفسه. إيه. لا أوصيك على بالله. يعني نبغى نضحك على شيئين اليوم. طيب هل كانت لك تجارب أو مشاركات إعلامية في هذا المجال، أو هي كانت مشاركاتك مشاركات في معارض تعليمية وغيرها؟ بالضبط، معارض حاجة. طيب يمكن في صور أو بعض المشاركات. إيه؟ جاهزة؟ بعض الصور والمشاركات اللي تعرضون لنا صور. أنا والله ما نسمعكم السماعة عند أبو حسان. أبو حسان يعجل علينا. طيب ورينا اللي معك في الكيس. بسم الله. الآن حنتكلم عن المكياج السينمائي. المكياج هذا فكرته، أعطينا فكرته بشكل مختصر. المكياج السينمائي هو فن للميك اب السينمائي خاص، يستخدم فيه أدوات مخصصة للميك اب السينمائي لخلق تأثيرات سينمائية في الجسم أو أعضاء الوجه كاملة. زي إيش التأثيرات هذه؟ زي الجروح، الزومبي، الفضائيين، يعني اللقطات اللي نشوفها في الافلام والمسلسلات بعض الجروح. بالضبط. تكون هذه كلها مكياج. بالضبط. شايف حيون ابو حسان الله يجزاك خير. ايش الفكره؟ مساك الله بالخير محسن. والله انك نورتنا وسعتنا. فكره يا حبيبي انه انا ومحسن متفقين قبل الهواء في اتفاقيات. وهذه من ضمن ايش كبس مناسبه للبتاع. ايه تمام. 100 ما عليك. طيب الله يحييكم. احنا عطنا شماغك. انت مرحب بالضيف ولا باقي؟ رحبنا بالضيف وتكلمنا وخلصنا. هات شماغك. ليش؟ عشان ناخذ راحتي الرجال. مش بعد شوي. طيب. فهمت صوتي. كنا نتكلم عن المكياج السينمائي، اعماله او استخداماته في تاثيرات الافلام. حلو. وش كمان؟ هو ثلاث انواع. جميل. السبيشال افكت ميك اب او مكياج المؤثرات الخاصه. ايوه كم؟ ايوه البيوتي ميك اب. متحمس شوي. البيوتي ميك اب اللي يستعملون المذيعين في اخفاء البشره. العيوب حقتها. والبادي بينتينج اللي هو يجيك الرسام يرسم لك على جسمه بحيث انه يطلع على شخصيه كرتونيه او لوحه معينه في باله. تجسيد. بالضبط. طيب حلو. الاول فش استخدم سبيشال افكت ميك اب؟ هو خاص بالجروح، الكسور، الاشياء الدمويه. طيب وكيف نطبقه في واقعنا؟ يعني بس الناس تتوقع ممكن انه هذا تستخدم فقط في الافلام السينمائيه وفي الافلام المضاربات. هل لها استخدام ايجابي اكثر؟ اي زي الافلام التطوعيه مثل اضرار المخدرات التوعويه. الحاجات اللي زي كذا. طيب وطبقت شيء منها؟ حد الان لا صراحه. في الاشياء هذه؟ لا صراحه حد الان. لك تجارب في مستشفى مستشفى الملك فيصل بالطائف. ايش فكرة التجربة كانت؟ ايش الفكرة؟ انفجار انبوبة غاز، اسطوانة غاز. سويت على 6 متدربين. 3 بنات 3 اولاد. الميك اب السينمائي السبيشال افكت ميك اب. ما كان احد يدري سواء انه المتدربين ومدير المستشفى طاقم العمل ما كان احد يدري. ايوه. فانهم اخذوه بشكل واقعي. ردة فعل المراجعين على
طاقم العمل على السيكوريتي. وهذا كان دور توعوي؟ هذا من نفس وزارة الصحة. جميل. تنسيق. طيب عطنا الأدوات اللي نستعرضها كذا مع بعض. أنت ذكرت إنه التعلم كان تعلم ذاتي. إيه. عنده إيه عنده سير في التعلم الذاتي هو ما شاء الله عليه. يعني الناس الآن توقع إنه هذه تعلم هالأمور يعني عن طريق دورات وهذا أكيد متاح. لكن ما شاء الله عليه أخونا محسن أبدع في جانب البحث الذاتي. أنا كنت جالس مع والده الله يمسيه بالخير أبو محسن إحنا حيّ من خلف الشاشة. يقول لي تعبني محسن هو صغير ما غير صلصال رايح وصلصال داخل صلصال رايح وداخل مبدع وميز ويخير إلى يخبط في ذي ويخلط ذي ويلعب في ذي ومن ثم انتقل للرسم. فعلا هذه صنعت موهبة صحيح وجعلك تبحث على هذا الشيء ذاتيا صحيح. فأنت أخذت عن طريق اليوتيوب بالضبط تعلمت فيها. طيب نشوف البتاع. طبعا المحسن ناوي عليه اليوم بيطبق عليه اللي هي اسمها هذه المؤثرات المكاجم مؤثرات الخاص مكاجم مؤثرات الخاص حلو. طبعا لها مسميات أسلم. هذا الدم دم اصطناعي. كيف أسعارهم؟ هذه هذا بكم سعره؟ أبو حسان أنا صراحة في بداياتي ما استخدمت ما استخدم كاتشب. أنا كنت أسويه أنا في البيت كاتشب وش؟ كنت لا كنت يعني أخذ الشيروم لون طعام وفنتو كنت أخلطها مع بعض لين أطلع درجة الدم. يبغى له سمبوسه ذي. وتشتغل على مين؟ مين كان حقل التجارب عندك في البيت؟ اخوي محمد. محمد موجود معنا. اي محمد الحين بيجينا محمد يطلع معنا على الهواء. نطلع كذا شكاوي يعني رجال جربت عليه كثير شكلك. ايوه اسلم. طبعا هذا الدم. حلو. هذا الليتكس. اللي هو؟ ايش فكرته؟ هذا زي مثبت للجرح بعد ما تحط الواكس الحين يمر على الواكس. حلو. هذا هو الواكس العجينة الميك اب السينمائي اللي يستخدم فيها الجرح. هذا شيء اساسي للجرح. حلو. واجد هنا نستخدم الوان للكدمات والجرح من داخل. طبعا هذه تحتاج خيال تخيل الجرح. هي لها اساسيات هي الضربه العمق اللي مدري ايش صحيح المساحة المسافة. هذا الدم متخثر الله عليك استعمل داخل الجرح. دم متخثر هذا الدم حقيقي؟ لا اصطناعي بس انه دم لزج يعني طريقة صنعه مشابهة لل بالضبط. تمام. فرصة للتوزيع. حلو ممتاز عز الله بيصير وجه اليوم خريطة. هذه سكين استعملها لتوزيع الواكس الدمج والحاجات هذه. هذه باختصار أدوات الميك اب. طيب عشان طبيب كم تقريبا كم تصرف؟ هذه تقريبا 300 ريال. 300 مو شيء مكلف يعني مبلغ رمزي. ايوه وتمشيك كم؟ على حسب الجرح. على حسب الاستعمال. حسب الامر. على حسب الاستعمال. هل في اشكال معينه دائما بتشتغل عليها ولا انت كل يوم بتولد شكل طريقه جرح معينه بتتعلم اسلوب جديد في الجرح؟ انا احاول اغير من اسلوبي في الجروح يعني ما اخذ اسلوب معين واحد واكمل عليه. يعني في لك افكار زي الفنان الرولج عنده افكار مجنونه في الميك اب السينمائي وجباره. تنزل في اليوتيوب؟ لا تنزل في الانستغرام ولها يوتيوب صحيح ولها في الفيسبوك كمان. ويعلم الواحد كيف يسوي؟ تنزل لك الطريق. تنزل الطريق. ممتاز انه هذا العلم اتوقع علم متجدد يعني إيه؟ كل ما تعمقت فيه كل ما صرت فيه اكثر تمكن صحيح. خاصه ما شاء الله عمرك الان عمرك في هذا الفن سنه تقريبا ممارسه وكذا صحيح. فكيف لو التقينا بمحسن بعد خمس ان شاء الله ست سنوات نكون ان شاء الله رمز مبدع بالنسبة. وانا كنت اتكلم معاه قبل الهواء في انه اكثر الجهات الان بحاجه له سواء الجهات الحكوميه وزاره الداخليه الجوازات الدفاع المدني صحيح. المخدرات يعني كلهم بحاجه الى افلام توعويه نعم. يعني تخدم هذا الجانب وفيها جانب كبير جانب صناعه هذه الاشياء السينمائيه الافلام صحيح. السينمائيه الله يفتح عليك. طيب نطبق الشباب ايش رايكم؟ تقريبا كم تاخذ معك؟ خمس دقائق. خمس على حسب هذا ابسط جرح. ايه خمس دقائق. يلا احمد راهنت تعال بحسان تعال اجلس هنا لا لا, لا 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 هو هنا جنبي. لا لا تعال عشان تكون قريب من بعض ولا كيف؟ لا جنبي لا انا حكون هنا. طيب تفضل والله بلا زي ما قلت توصى فيه اشلح الشماغ والدنيا ولا ما يحتاج؟ افضل افضل
انزل تفضحنا يا محسن تكفى الله يرحم والديك. اعطونا محمد دخلوا محمد شباب دخلوا محمد فازلين اخو محسن مسكين ايه محمد دالي ابو حسان فازلين شغله فيها فازلين لا يا شيخ يا رجال في الدراسه لو ان شاء الله يحط فيكس كمان والله لو يحط ان شاء الله صحاوق تحط صحاوق ما عندنا مشكله يلا ها سالم تبلو شو حالك يا سالم كيف كذا المحاسن مظبط اعطيه مرايه بالله كمان مرايه كمال رايه يلا دخلوا محمد خلوه يسولف مع احمد يدردش معاه فانا خلونا كذا نشوفكم نضحك عليكم أيوة. شويتين عشان نظارة اكيد تمام افضل طيب عطنا فكره الجرح اللي حتسويه الان سوي الجرح من هنا لهنا هنا عشان الشاشه عشان الشاشه بالضبط لهنا لهنا نلعب فيك غالبا انت حترسم الجرح مباشره بالدم ولا هو حيات. تاثير يعني بعد ضربه ينزل الجرح الله انت ترحب يا هلا هلا حنسوي له دينورش بس هلا هلا ابو حميد هلا بحقل التجارب هلا حي الله السمي شو اسمي محمد انا وانت كيف مظلومين انت محمد في البيت انا محمد في الاستديو يلا اخوك مصعب اي محسن اخوك محسن عفوا ان شاء الله وتلي جرحه يجي بعد يعني كدمه ضربه ولا مباشره تسوي احنا حنسوي له جرح مباشره طازه طازه كيف حالك يا ابو حميد والله كدمه طيب ان شاء الله الحمد ايش جالس تسوي فيك محسن عشان وقت علينا كم باقي شباب خلاص طيب هنا انا معنا ابو المحامد تقول ليش انا دائما محسن سويل في اي شيء اي تجربه في الجلسه الله يسامحك انا اذا كان طفشان بيومك من النوم وشغلك يب وين قد سوى في يدك وغير يدك بس في يدي في يدك بس تقريبا كم ياخذ ذا معك ثلاث خمس دقائق عشر تطفش لا نعطي وجه اصلا فادك اليوم داخل اليوم دخلت قبل الهواء كله قدام ما شاء الله والد محسن والشباب جالسين يوم جيت اصافح الرجال محمد يده مجروحه مبيض ما شاء الله ها مجروح لا يده مجروحه فسحبت كذا خفت يا ولد قلت فعلا يعني منظرها كان كان على كان جرح الكياج الا كم سوي جرح كم سوي جرح حركات بركات الله عليك سلام الله محلى مساج الله عليك والله طب هذه بعض النماذج لشغل محسن هذا محسن الجرح هذا اللي سويته اللي في المستشفى مستشفى الملك فيصل مستشفى الملك فيصل نعم جميل ابو حسان لطل معنا خليك في شغلك ترى ما اشوف انا نمشي انا فكره الجرح هذا قطع او صحيح ها فكره الجرح هذا قطع شق ولا قطع اي قطع اي الصورة الثالثة هذه في الرقبة سوى فيك هذه الحركة؟ لا سوى في واحد غيري الله يسامحك يا محسن الله يسامحك ما شاء الله تبارك الله موهوب يا الله يا ابو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بالله يا ابو حسان كذا نبغاه بالله كذا نبغى ابو حسان هذه انت سويتها؟ هذا انا سويته في القرية الخضراء عادي خضراء حمراء ايش قاعد ينتهي ما اشوف انا بسم الله تعبك شويه تعبني ايه لا يا حبيبي خذ راحتك بس على الحساب بعد ال ها الله عليك سلام يا سلام لو تشرح لنا يا محسن ايش تسوي الان انا اوزع الوقت اول شيء حطيت ايش سائل زي اللاصق العجين حلو يعني انا احسه مربع وزع هذا بعد مثبته هذا الواكس ها هذا الواكس ايش يعني واكس العجينه حقه الميك اب عجينه ريحتها زي المستكة صح كنا والله كنا علك الرسام يا محسن ايه ما شاء الله تبارك الله هذه ترى المهارات اليدويه بشكل عام يعني تجيدها الرسم الفن الاشياء التشكيليه بك فيها يعني سابق تجربه من قديم ايه لحد الان الرسم ما تعمقت في الرسم روح عشان وقت علينا شاركت في مسابقات في
معارضي شاركت في معارض مسابقات لا مسابقات لا ما شاركت حد على مستوى وزارة التعليم لا حد الآن لا احنا نسينا نسأل ما شاء الله انت في انت في الجامعة ولا في الثانوي ثانوي التوجيه ما شاء الله تبارك الله بكره عندك دوام ابد بكره معلقين الدراسة بكره في الطائف ها معلقين الدراسة لا نحن بكره معلقين الدراسة في الطائف ان شاء الله احنا باقي لنا 5 دقائق اذا مربى فراولة فلحقوا علينا والله ان شاء الله بلحق حتى نشوف التأثير الأخير وأنا حكون معكم عن على طريقة على على الهاشتاج حديث الدار بعض الأكلات اللي عرضوها الرشوف طبخة شتوية أردنية بامتياز حلو ومكتوب فيها الأطباق كوب عدس ورز وحليب المجمد وحبة بصل وزيت الزيتون وملح والصورة موجودة هذه واحدة من الأكلات الشتوية الأردنية شكرا لك يا هيثم أتوقع كذا اسمه طيب ربي رحمتك أرجو تقول حنيني أكلة الحنيني ها حنيني حنيني عبارة عن أقراص خبز تفتت أو عجينة أو عجينة تخبز وتفرم مع كمية تمر وتوضع بقدر ويصب عليها سمن على نار هادية وتحرك لمدة نصف ساعة وتقدم في حديث الدار يا سلام اللي طيب اللي يبعث لنا بطبق حنيني في حديث الدار صدقون له منا دعوة والله إن شاء الله بكرة بكرة أربعاء آخر موعد منيرة تقول الزنجبيل والقهوة وغيرها من المأكولات تقريبا هذه أبرز المشاركات اللي وصلتنا فيما يتعلق بموضوع المأكولات الشتوية والمشروبات كم باقي في المية؟ باقي لنا 3 دقائق يا حبايب كم باقي في المية؟ يقول خلص والله مسرع جرحني وذا وضبط سنة كم محمد؟ أولى متوسط أولى متوسط ولك في الرسم لك في الشغل هذا؟ لا ليه ما حبيت تتعلم مع أخوك؟ تسوي كذا مع بعض يمكن عنده موهبة ثانية يا أبو الرحمن أحيان إني أخذ أسوي تجارب كذا في البيت تضبط معك؟ لا لكن وش تحب وش تحب أبو حميد؟ العلوم العلوم اللي هي زي ايش؟ الكيمياء الفيزياء كذا حبيبي ما شاء الله تبارك الله انت اول متوسط بسم الله ما اخذت كيمياء ولا اخذت فيزياء عادي لكن مطلع تقرا سبق. تحب هذه الاشياء؟ ما شاء الله تبارك الله من بعيد رؤيتك ما بنطلع هوا حتى نروح حتى نخلص يا خمسة في المرق كنا مرق الجوع مأثر الجوع يقول هذا واحد ابو عبد الرحمن واحد كان متكي على البحر هو شيبان هو زوجته عجوز يقول له يا فلانة عارفها وش افكر فيه كان جيعان قالت وش تفكر فيه طبعا قدام البحر قال لها افكر في هذا البحر لو انه مرق وش كثير من عصيد يا احمد محمد اضحك محمد حكي. يقول لك هذا البحر لو انه مرق وش كثير من عصيد ضحكت بغصب عنكم كلكم لا الله هنيك أبو هنيك هنيك على هنيك على الظرافة تأثير الجرح باين التي من خلالها نم إيش اللهم حوالي إنا ولا علي إنا يلا يا كابتن محسن حط المربى حقك الله يحفظك حبيبي هات ترى ما اشوف والله شيء عندك مشاركه يا محمد ايش سمعنا كذا قصيده ولا والله احسن حاجه من نهايتها مكب في وجهي ها شعر سمعنا وطني احبك لا بديل الله اتريد من قولي دليل سيظل حبك في دمي لا لن احيد ولا امين الله الله الله, الله. الله. صح لسانك اصبر يا فضل الله يرحمه تقول لي ختام حتى نخلص الله عليك ان شاء الله بيسمحوا لنا في القناه ما قصروا معنا أيوة. انت الوقت ابو حسان وانت يا حبيبي بيخلص الرجاء الان الفكره هنا يا محسن حتى توازن اللون إيه؟ لون البشره مع بالضبط جميل الفكره يا احمد شجع ان الله يحسن ختامي في اخر عمري اطق في مكياج وجهي افلح مالك سابق تجربه ها لا الحمد لله
كنت سوي تجارب. الله يرحم عبد الرحمن باثر. جرح انفك. انفك الجرح؟ هو طبيعي. تحرك ها؟ لا لك ها. جميل. هذه الدرجة المناسبة مع بشرة محمد. بالضبط. مش حط بني. ترى بشرتنا يسمونها حمطي، حمطي معتك. مرخم. احنا لو ضاق علينا الوقت ممكن نصورك وننزلها في هاشتاج حديث الدار. لا يا حبيبي صورني ولا شيء. هذه اذا ما لحق الجمهور صورها لا ما لحق ان شاء الله على الهواء. ها؟ كنا نفك ذا. ما عليك. حط الدم حط الدم 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 امشي الدم الدم قدام موجود. لسه ثواني بس. الله يا ابو حسان. كلك سينما يا ابو حسان. رجع كل خريطة ساير. الوصول الى الخريطة ارفع الشاشة لفوق. ايش باقي يا حبيبي؟ خلاص الدم. الدم؟ اسكب لنا قليل من الدم الله يحفظك. شوي دم بالله تكرم من سفري. هذه المواد متوفرة في محلات التجميل الميك اب بشكل عام. اقوم اوقف؟ طال انت خليك. تكفل لهم نفسي الله ينفع بك. اللقطة الحاسمة في المكياج السينمائي ولحظة نزول الدم لابو حسان. لا بأس عليك أبو حسان. الله يعطيك العافية. الله يسلمك يا حبيبي. الله يسلمك. لا والله بخير انفجرت. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. هذه ولا الله يفيك حاجة أقوم منها. الله يفيك. الله يسامحك يا محسن قطعت ملابسي. أنت أمك بحقك. أعطيني منديل مشقع. لا لا كمل عيش الدور. ها منديل تحت. منديل تحت. الله يسامحك. حادث ولا ايش ابو حسان؟ ها؟ حادث ولا؟ لا سقعت في عمود لمبة. ما شاء الله تبارك الله عايش للآن؟ اي والله. ما شاء الله تبارك الله. كيف الشباب؟ عمر واحد مضروب يضحك. انا نختم؟ كيف جاب؟ الشخص اللي ضربني اقول له سامحتك لوجه الله، كل من ضرب مثل ضربتي اقول له. وعطنا كلمة كذا ختامية للناس اللي شكرا يا اخ محسن على هذا الابداع. الله يسعدك. اخ محسن. والأخ محمد شكرا محمد لك المبدأ. وعلى مشاركتك الجميلة. إن شاء الله نراك قريبا أحسن من أخوك بإذن الله. وأنت واحد من صناع النجاح لمحسن. بكرة النهار لو صار شيء كبير قل له لولا الله ثم أنا ما كنت وصلت اللي وصلت له. خلاص طيب. خلاص مشاهدينا الكرام نستودعكم الله. نراكم إن شاء الله بكرة برعاية الله. تصبحوا على خير. جلسنا في فناء الدار أحبابا محبينا وحلت أنجم الجوزاء أنوارا تنادينا. جلسنا في فناء الدار أحبابا محبينا وحلت أنجم الجوزاء أنوارا تنادينا. وغنى البلبل الصداح في أرجاء وادينا على كثب العلا مجد غرسناه بأيدينا. وقطف قد دنا ثمرا ترى ما في نواحينا. حديث الدار كالأمطار غيث في نوادينا.